ليش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى تكونوا بصحه جيده. بما انه وقت الليمون وانا عندي الليمون، غندير لكم واحد الوصفه ما غنقولش لكم، غادي تعجبكم بزاف بزاف وغتوليو مدمنين عليها، حيت صراحه انا خديتها وجربتها وعجبتني بزاف بزاف بزاف، ما نقولش لكم فنه. عندي هنا الروز، خديت الروز هنايا الكلاصي، زدت ليها البنات واحد شويه ديال الحامض، انا غنخليه بلاتي دابا شويه على ما نعصر الليمون، حيت هذوك الجليفات الجلوف ديال الليمون هما اللي غنبغي انا، هما اللي غنعصر الليمون. كيسولوني على هذا العصير، كيجوني بزاف ديال التساؤلات والصدقات. لك الصدقات زوينه يا البنات، كتعصر زوينه. شوفوا تبارك الله الليمون كي داير، عصر ندور نعصر ونشرب. صافي خديت هنا الحكاكه، غادي نحك الثومه، غندير غير جوج ريوس تاع الثومه. وصراحه انا ما عنديش الصوص ديال الصوجا، ولكن غندير هذا، نخدم بهذا هو خدام. ندير واحد شويه واحد جهد واحد معلقه صغيره ما كاملاش، وراه ماشي ديال ماشي ديال الصوجا، ولكن توا في ديك الحلاوه هذيك الفيمي كتجي زوينه. غندير سكنجبير وغندير شويه البزار. صافي هذه العطريه اللي غندي، انا خص تقريبا واحد نص معلقه سكنجبير، على حسب شحال عندنا ديال الدجاج. تقريبا عندي واحد نص كيلو تما ديال الدجاج. وغادي ناخذ البزار، واحد نص معلقه البزار. وغادي ناخذ يا البنات هذاك الليمون اللي عصرت، غادي ناخذ تقريبا نص كاس، وغادي ندير مليحه. صافي وغنشد هاد الدجاج غنرقدو في هاد الملح، غنشد هاد الدجاج نرقدو في هاد الليمون وهاد العطريه اللي انا درت، نخليه شويه يترقد. عندي واحد شويه الخرقوم، شوي ماشي بزاف. شوفوا شحال درت. الا كان عندكم سكنجبير طري من الاحسن. صافي انا غادي نديرها في الثلاجه، ندير هاد الدجاج في الثلاجه ونكمل معكم الوصفه. غادي نجيب واحد المول هكا، واخا ما يكونش كيتحل من الجناب ماشي مشكل، حنا واخا غادي نقادو، حنا غادي غير نديرو طبسير ونعاودو نقلبو، يعني ماشي مشكل عندنا. المهم غادي هذاك الليمون اللي انايا عصرت غنحطو هنا، غادي نجيب داك الروز وغادي نديرو هنا. ضروري ما غادي نشدو وهكا نورك باش الروز يجي مدكوك، ومنين نقلبو ما يتفرزش، منين نقلبو هكا ما يخسرش ليا. صافي دابا غادي ندخل للثلاجه، نخليه مده واحد نص ساعه على ما يطيب ليا الدجاج، عاد نجبدو من الثلاجه. غادي ناخذ واحد المقله ونشعل عليها يا البنات، وغندير زويته زويته عاديه. نخليه يتقلى واحد شويه هنا في هاد الزويته، ما غنزيد العطريه. صافي العطريه راه كلها درتها شي شويه هكا، مني غادي ينشف غادي نزيد داك العصير اللي بقى، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال العسل صغيره، وواحد المعلقه ديال النشا غادي نديها ونجيبها في شويه الماء وغنزيدها، غير باش تعطيني واحد الصوص خاطره وزوينه. هنا غادي نزيد شويه الليمون، ما نزيدش هادشي كله، هانتوما عينكم ميزانكم، زيدوا فاش غيطيب الدجاج، حيت الصدر ما كياخذش بزاف ديال الطياب وما كيبغيش لا طاب اكثر من القياس كيولي قاصح. انا غنزيد غير شويه، شفتوا غير القياس هذا اللي بقى انا غنشربو. هنا خديت شويه النشا مع واحد الشغيمه ديال الماء، ماشي بزاف، هاد النشا هي غتختر ليا هاد لاصوص. وغناخذ شويه العسل، هاد المعلقه صغيره. في نفس الوقت غادي تعسلو، تعطيه واحد اللوين زوين وتعطيه واحد المذاق زوين. صافي غنخليه يطيب، وهنا راه كنقطع كما شفتو في مطيشه، ما غنديرش فيه الشلاطه. وهذا هو الغداء ديال اليوم، يعني ما فيهش الخبز. انا طفيت عليه حيت طاب، وكي دابا عاود شعلت عليه حيت بغيت نحط. شوفوا لاصوص، نقلبوا داك الروز. هاد القلبه اللي كنخاف منها انا، درت هنا شويه شلاطه بصلة ومطيشة، وغادي ناخد هالطبيسيل هذا وغنقلب. بسم الله، دابا غادي نبدا نهز في هادو، مني تهزو هادو حذاري وحذاري وحذاري،
باش ما تريبش ليكم الحفله. دابا دوك الحصيرات غادي نعمرهم انا بالدجاج. ماما نقول لهم واحد الحاجه، هذا الدجاج راه بنين 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 بنين. حركت لساني على طبله تقريبا. دابا شي ثالث مره كنديرو، راه زوين بزاف، يجيكم حامض حلو كيما الليمون. راه ما كاينش المذاق ديالو، عرفتوا واحد المذاق راه نتوما كلشي ما غاديش يعرف شنو هو داك المذاق، ما كيبانش. عاد كتاكل كتعقلش على راسك حتى كتسالي. الله يحفظك، ما كدويش مني دوا دوات لكم في هاد الدجاج. هادي هي الغديفه ديالتنا، كتجي فنه، كتجي بنينه، كتجي بنينه. يا ربي تجربوها وتعجبكم حتى نتومايا. وشليضه وخبيز تاع الدار، حنا راه كندوزو شليضه بالخبز. ماما نهزها ليا بالخبز، داكشي ما تلقاوني ما حطيتش ليا معلقه، تنبغيش ناكلها كاع بالمعلقه. يلا البنات نتغداو، اكيد غادي ندوزو النهار مجموعين، خليكم معايا ما تمشيو فين. سلام البنات، انا رجعت معاكم. غادي نقد معكم واحد الكيكه. هي الصراحه الغرض من هاد الكيكه هو انني ندير البنات الكيكه في هاد الفران ديال الضو الجديد، هاد الماركه ديال سميتها رويال. هنا غادي ندير واحد الكيكه زوينه وسهله. انا غادي نضوب المقادير حيت غنديرها في هاد المول الكبير، درتها في واحد صغير. نديروا المقادير غير بيضه وحده، والمقادير كلها قسموها. انا غنخليكم في صندوق الوصف المقادير ديال الكيكه كبيره، انا بغيتها كبيره باش تبقى ليا هكا. كاين عندنا جوج ديال البيضات، وعندنا واحد 100 مليلتر ديال الزيت، وعندنا 200 ديال الحليب، وعندنا 100 ديال السكر، عندنا جوج خمارات، وعندنا فانيا. انا قلبتهم، هذه الخماره وهذيك الفانيا. وعندنا هنا واحد 400 غرام ديال الفورص، قلت لكم جوج خمارات. وغادي نديروها بالكونفيتير ان شاء الله، كتجي زوينه، كتجي واحد الكيكه زوينه وسهله فاش المقادير كثيره. بسم الله. وعندنا هنا تقريبا نص كاس تاع السنيده ولا كاس لاروب. المهم هنا راه ما كاملش كاس لاروب، هذه السنيده فيه قليله حيت غادي نديرو فوق منه شويه سكر كلاصي وحيت فيه شويه كونفيتير، داكشي باش ما غاديش نكثر انا هي سنيده وفاني وكذا. صافي غندير لها غير الطراب اليدوي، ما غندير لها لا ميكسور لا والو. هذاك الكاس تاع العنبه غنعبر به الزيت، يعطيني كاس لاروب ديال الزيت. شتو وما لحقاش كاس لاروب، نص كاس نزيدو عليه واحد شويه. دابا غنصايب واحد الوحده بالتفاح، ما بقيتش التفاح في الدار ياك اختي. دابا غنعبر الحليب، كاس عامر حتى الفم، كاس العنبه عامر حتى الفم، اللي هي 200 مللتر. عندي الفورص، عندي 400 غرام، انا غادي ندير وعيني ميزان. ونديرو على دفعات هكا، ما رضيش كله، ندير بشويه بشويه. صافي البنات، هنا غادي نزيد واحد جوج خميرات. ما درتش 400 غرام كلها بوحدي، ولكن بقى شويه، بقات اقل من 100 غرام، بقات شي 50 غرام. ندخل هاد الخميره بشويه باش ما طيرش. شتو العجينه راه ثقيله، هي اي خليط ديال الكيك كتكون فوق منه داك الكونفيتير، كتكون فوق منه كريم باتيسيير ولا شي حاجه، خصو يكون شويه ثقيل باش ما تهبطش لينا هذيك الكريمه ولا هذاك الكونفيتير هبط لنا لتحت. ندخل شويه، ندخل ديك الخماره ونرجع معكم. صافي غادي نخوي الخليط البنات هنا هاد المول، تصغر منه هذا راه فيه 30، هو كبير بزاف. الا لقيتو ديال 26 ديروه ديال 26، واللي في نص المقادير راه كيكون فيه غير 21 سنتيم حتى ل 20، يكون صغير. كما كتشوفوا يا البنات العجينه راه ثقيله، ها نتوما ماشي حطيتها ومشات، راه واد المور كيما قلت لكم انا كبير، تمشي نضرب عمر نشري واحد صغير. هانتوما يا البنات غنديرها هنا، ما بعيداش بزاف على العافيه، راه قريبه
ما نديرهاش في هذا، راه بعيده بزاف. شوف نديرها في هذا، غادي نديرها تقريبا نديرها على 100، ندير على 170 كاع. ها هي هنا غنخدم، غادي نشعل غير لتحت. هانتوما شفتوا باينه نويله نستخرج خمسه هاي باينه. درتها ما درت لا فرفاره لا حتى حاجه، وغنخليها طيب على خاطرها، ونحسب لكم شحال خدات ليا ديال الوقت. ها هي البنات من بعد ما دازت واحد نص ساعه، شفتوا واخا راه المول عندي كبير راه تبارك الله كتجي من فوخه. دابا غنطفي لتحت وغنشعل الفوق. نص ساعه عاد حليت الفران، هي ما غاديش تهبط عرفتوا علاش؟ حيت العجينه اصلا الخيط اصلا ثقيل ما خفيفش. غادي نطفي لتحت وغنشعل الفوق. شعلت الضو البنات باش نبقى نطلع الكيكه، تبانت ليا تحمرات شويه وتنفخات، عاد حليت عليها. ما تجيوش تحلوا باش ما طيحش ليكم الكيكه، واخا هي راه شاده في راسها، المهم مني غتحمر. غادي نحل الفران شويه نبسمو وما نجبدهاش ديك الساعه، نخليها واحد شويه عاد نجبدو نكملها ان شاء الله طريقه الزين. صافي ها هي الكيكه، شوف كي جات محمره وزوينه، جات فنه وكتجي بنينه. غير جربوها، كتبان لكم بسيطه ولكن والله الا بنينه. صافي غادي ندير هنا واحد شويه ديال السكر بلاصيك، نغبرها اختياري اللي ما بغاش ما يديروش. نوريكم راه كتجي زوينه، هانتوما كتهتشي البنات، راه كتجي زوينه وكتجي خفيفه. ممكن نتمنى تجربوها. المهم هادي كانت غير كيكه في الفران ديال الضو، كانت شوفوا ديك الروينه، كندير الغالونج باش كن هانتوما من الداخل. شفتوا شوفوا هنا تسالى الفيديو ديالنا، كيكه بسيطه رخيصه ماشي فيها مقادير كثيره. نعاودو نديرو ان شاء الله كيكه اخرى، نعاود نجرب فيه الكرص. الى غدا ان شاء الله كتاب انا غندير الكرص ونديرهم فيه. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتمنى هاد الوصفات جوج اليوم اللي درت معكم زوينين. كنقول لكم جربوا هاد الكيكه لانها زوينه بزاف بزاف بزاف. شي شفتوا شي حاجه اللي نقول لكم خفيفه غريشه، هي هاد الكيكه خفيفه لواحد الدرجه راه ما كتصورش. وراكم شفتوا بالنسبه للطحين ها اللي شاط تقريبا نص كاس، ممكن تخدموها في المول ديال 26 سنتيم، ممكن تخدموها في ديال 30. الا غتخدموها في المول ديال 21 سنتيم ديروا نص المقادير، لان غتجيكم كثيره وما غاديش تجيكم زوينه. انا عطيتكم القياسات ديال المولات، نقول لكم بالسلامه عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.